وشهدت الكنائس المصرية احتفال الأقباط بعيد القيامة المجيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور. وأقامت الكنائس قداس عيد القيامة المجيد ورفع الأقباط الشموع ورددوا التراتيل وسط حالة من الفرحة والسعادة. من شمال مصر وحتى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تعالت ترانيم المصلين وعمت الاحتفالات في جميع الكنائس المصرية، وذلك خلال قداس عيد القيامة المجيد في أجواء احتفالية مبهجة. كل سنة وطيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم. بنقول للشعب المصري كل سنة والشعب المصري بخير، كل سنة ورئيسنا عبد الفتاح السيسي بخير، ومصرنا الحبيبة والدول العربية والدول الأجنبية. بنقول لكل العالم أجمع كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. النهاردة بنحتفل كلنا مع بعض بعيد القيامة المجيد. عيد القيامة ده هو العيد الكبير عند الأقباط وعند كل المسيحيين، أكبر الأعياد في الكنيسة، فكلنا بنحتفل مع بعض وهي مناسبة مفرحة جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا وعلى مصر كلها. لأن هو مش جديد على المصريين الحب والألفة اللي بينا، والنهاردة احنا جايين طبعا بنهني اخواتنا المسيحيين كعادتنا كل سنة بنهنوهم وبيهنونا لأن احنا كلنا نسيج واحد. ترانيم الاحتفال تملأ الأجواء فرحة من الجميع بقدوم العيد، كما أن مظاهر احتفال المصريين تأتي تذكيرا بالأمن والأمان الذي ينعم به الجميع، وتأكيدا على معاني الفرح والترابط الشعبي بين المصريين. إن شاء الله إحنا جينا بكوكبة من علماء الوعظ إن شاء الله عشان نهني إخواننا المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا سعادتنا ومحبتنا في الدنيا والآخرة. طبعا لنا شرف أن نتواجد النهاردة مع بصحبة رجال الدين الإسلامي مع رجال السياسة ومحافظ بورسعيد لنهني الإخوة للأقباط في عيدهم بعيد القيامة المجيد. محيط الكنائس في جميع المحافظات شهد حالة من الفرح والسرور، حيث توافدت الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية والتعبير عن سعادتهم باستقبال العيد.